السلام عليكم، انت منا تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. هنا هي درت غير الكفتة ما شاركتش معكم من الاول، زرف زرف لان معطلة وبغينا نخرجوا انا وامي، غادي نخرجوها شوية تفوج. نسيت هي كانت غتخرج معنا الساعة صحات عيانة. المهم وانا زرف زرف درت غير الكفتة هنايا، شرملتها ودرتها كويرات وصوطيتها في سميتو شوية ديال الزيت، وانا ندير لها لاصوص ديال الطوماط، وشديت واحد كيلو تقريبا ديال البطاطا، وانا ندير ليه هكا كيف ما كتشوفوا معايا عباركه، وكان نصهد دمغه في واحد شويه ديال الزيت حتى يتحمروا تنقلبهم تيدبالوا، كنغطيهم بواحد الغطايه ديال الدجاج حتى تيدبالوا، نعقب نقلبهم ونغطيهم عاوتاني. انا حيدت الدفعه الاولى وهذه راه هي الدفعه الثانيه. ها هي كيف ما تشوفوا معايا هكا الزيت، واحد الكفيته انا ذقتها جباتني، جاتني بنينه بشحال ما كليتش اللحم انا وبيني وبينه. وهنا جيت جبت البيض، ها هو عندي البيض ديال بيبي، هزيت واحد ثلاثه كبارات وغادي نفسخهم هنايا في واحد البول. البيض ديال بيبي تيكون قاصح صعيب باش تفسخيه، ما ساهلش. المهم هنايا ضاربه معاها الثلاثه، طاحت لي واحد القشره منها غادي نحيدها، وغادي نفسخهم هنايا كاملين في هذا البول. شوفوا عرفتي تنضربها بالموس داك الجنويه الكبيره وتتحل، ورغم ذلك ما تتبغيش تقسم ليا، شفتوها صعيبه بزاف. المهم غادي نزيد هذيك الاخرى، غندير ثلاثه، ها هي الثالثه حتى هي، تنحاول باش باش ضربتها ضربه قويه هاد الاخرى، هادي عطيتها ضربه النيت، قلت باش ندخل فيها النيت باش تحل ليا بسهوله. صافي غادي ندير لهم واحد شويه ديال الربيع شفتهم البالكون ديال القزبر، ندير رقو حتى هو مزيان هنايا باش يعطيهم هذيك النكهه زوينه، القزبر فيه واحد الريحه زوينه، ونزيد عليهم حتى المعدنوس حتى هو. غادي نطرب هاد الشيء هكا واحد شويه كيف ما تشوفوا معايا، مع واحد شويه كيكه ديال الملح شويه، غنطرب عاوتاني مزيان، وغادي نجيب البارميزو، عندي الفرماج الجبن ديال البارميزو ها هو، غنخوي منه واحد معلقه هكا تكون كبيره كيبان حتى هو. عندكم اي جبن اخر ممكن ديروه، اللي بغات دير فيها الزيتون ممكن ديروا فيها في الداخل ماشي مشكل. المهم غادي نخلط هذا الشيء مزيان هكا كيف ما غتشوفوا معايا، تنحل كاع داك الفرماج كانوا بانوا لي شي كويرات ديالو مكهبين، وغادي نزيد عليهم هذيك البطاطا. هاد الوصفه راه تجي رائعه، ما بغيتش ندير لكم فيديو ديالها بوحدها، جات المناسبه ودرتها لكم. صافي وغادي نجمع كل شيء، هاد الشيء غادي نحاول نخلطه مزيان. تقريبا كل شيء وجد، دابا المقيله غندير فيها شويه ديال الزيت، وهنا خلطت درت هذيك الدفعه الاخيره تاع هي، كنت بغيت نخلي لكم هذيك البطاطا ديالو الاخرى ونخلط حنا معنا الكفته، وانا عجبت لي صافي ما نخلطهاش، غندير الكفته معنا انا غادي نوريكم كيفاش غادي ندير لها. قصر لي الديكور ولكن معليش، غادي نحاول نرتبها دابا هكا. هنا صافي هي تبدا تحرك، وغادي نجيبها هنا لواحد الطابق، غادي نوضعها فيه هكا، وغادي نحاول نقلبها. اوكي ان شاء الله غنعاود نطيبها من الجهة الأخرى. هنا جبت غا واحد السيركل هكا ونوضعو فيها، قطعتها من هنايا بهذا الشكل هذا، ونخليها دابا طيب تما نشلي غا الفورمه، ونخليها تكمل الطياب ديالها. كفته ها هي وجدات، شديت غا الكفته درتها كواري، درت فيها العطريه ودرت شويه ديال الزيت في المقله، وصوطيت هذيك الكفته ديتها وجدتها مزيان، هي الاولى توجدات ليا. هادو ندير عليها الصلصه ديال الطماطم والمعدنوس والقزبر، وصافي كتجي هكا، تجي معلكه زوينه تجي بنينه، تبان لكم محمره الكفته شفتوا حمرتها هي الاولى. صافي غادي نتسناو دابا تطيب لينا من الجهه الاخرى، وغادي نقدموها ان شاء الله. هنا صافي كلشي وجد، نحاول دابا نقلبها، غندير معنا هاد المول هذا باش ما تخرجش لينا مشا تبصيل ولا شي حاجه تزله، غنديرها هنايا هكا. اوكي هاهي شفتوها طيبه مزيان، هذاك الوسطاني ديال جاكومو غادي نحيدو ليه، هانتوما شفتو هاد الوسطانية ها هي ديال جاكومو، هاتي حيت ما تيبغيش هو اللحم، ولكن غنزيدو من بعد عاوتاني. ها هي غنخليها ليه هنايا، وهاد الشي اللي بقى غادي ندير فيه هاد الكفتة هاك، نحاول كاع نوضعها هنايا في الوسط هاد الشكل هذا اللي جات شفتو، تنحاول نقاد فيهم ندخلهم هنايا.
شاكمو ديما نعسوها. دورمي سامبري الله يهودو. درك تعمر درك تعمر درك تعمر. وا بنادم اللي يديرو دور بنادم ما جاب حرا زي وار ماذا جاي هاد بنادم الشي كانو زي خوينا كوي ساعتي احنا باقي ما فطرنا. ها وصلنا الدنيا زوينه هنا هالناس قاعدين هنا هنا ها جينا تحت واحد الشجره ديال الكرموس وقدامنا شجره ديال هذاك الحام ضميره. شتي ديك الشجره شحال عام؟ هيا ها راها ها هي حدانا. ها امي انا ابرا مانجي قالك نقطعوا لك تاكليه امي قامت تاكل قالك لا لو بريس برتي امي اقرا حامد يموت عليه اي بون دوز بيه كاع رمضان تيعصر وحده ويدير العصر ديال الليمون. خلي لك حتى من بعد حامد بزاف طينا باكاجنا هنايا كرا رمانه وزيتونه. هذه راه زيتونه والاخرى اللي هي راه رمانه. دوك العين كلشي دايرين هاد العراسي هنا كلشي غارسين. كيجيو الناس واحد اثنين كيجيبوا التيميزه والوركه ياك من تحت من هنايا ممكن يدخلوا. واي كيكون هما اللي نزرادي فيهم وكيبيعوا التيميزه والوركه. يلا تنشوفوا الاصنام على الله نجيبوا شي حاجه. يلا تربو تربو تعزي تعزي لهادزي عطي عطي كاس وريح تما ريح جاكم موبايل تاه بيني راتسي ضربت كيسه كانت بعد تجي معنا اختي صبحت مريضه ضاره ودرنا قاتلها. ايوا حنا نجيو حنا الله يشافيها دعيو معها بالشفاء ومع كاع جميع المرضى ديال المسلمين يا رب ان شاء الله. فتبقات لعيني قلت لها يلاه اجي ونعسيها هنايا قالت لك لا خليني عا في الدار. ما كنت نعس على نعس في الدار جا عيط لها قول لها هذاك الحال التليفون ديالي ما تيسد. لا راه درت لك الريزو راه ولكن انا عيط لها بلاتي نعيط لها خليها تسرح شويه. واي قول لها هذا هذاك الحال تاع الطاكسي وجي معاك جوج مسجلات واد يا بلاتي نعيطوا لها. خليكم معنا حتى نكملوا الجوله ديالنا. مونا جبت عصير من القهوة هيا حدانا راه راه عرفني هذاك السربان كاميريري ما يكونوا شوتهم هذه تضوي جاكم فيه كبير تقول كبير الا الله ماشي زعما دري صغير السربان بور قال جروب والله ديال ريكونو شوت. قلت ليه بغيت العصير ويدور ويقول لي عرفتك على الصوت. قال لي فين وجهكم تنشكروا من هذا المنبر السي الهاشمي. قال لي غدي الصينيه والكويسات تجي فيهم لي السكيت طريف. المهم احنا وجدنا عصير دابا وغنوجدوا الطبيله. بسم الله امي يا ما حليتي حتى حاجه خليتك تصلي اليوم هنايا انا بنتي راه خليتك تصلي ما بغيتش ندير ونجي. جاكومو بريباريامو التافولو بريباريامو ا التافولو دي ليجنو دوه بغي نغسل يديا. قال لي مسكين راه بعيد فين تغسل يا جنايا جاب لي الصابون والماء تيكب عليا و تنغسل. هما تسولي على التيميزه دابا نسولو خلي ترجع لي امي راه بغات التيميزه. قال لي فين هي حاجه شو امي اش درنا حنايا الغدا درناه لي مرفيت ولا بغيتي طاجين درني بغيتي بغيتي طاجين نكملو هادو نمشي نجيبو الطواجين. Giacomo dopo prendi da qua senza carne. Sì. Ok, è di Hegitelli, sana questa, proprio niente in odori. Così tu. Dammi quel piatto Giacomo. Li fatto tutti, no? Li fatto anche a me. Devi dare quell'olio delle olive, lo metto lì nel... nel tuo piatto? Sì. Ecco, dopo metti dove vuoi. Mmm. Dai. Yalla, جيب بسم الله. زيد قلت بسم الله. شويه راه معدبه الجلسه هنايا ولا كما عليش. معليش. طبيعي الهواء ولا الظل. ها؟ كل الظل. واه.
الزيتون والزيت شاكمو الزيت والزيتون ها بونا 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 ترمي لك الزيتون راه زوين وحار ربينا بر امي بونا هاك امي راه حار وزوين هذا ديال الدار مع عصير تندوروه كل امي كفته زوينه Metti la tela. No, dai. Mani. Hai capito? Non la mangiamo dalle mie mani. Ma lasci le tue mani. Timore. Bello, c'è un bel colore. Un bel colore, sta bene. Quello è che c'è che ci vuoi tagin di lei? Buono. No. Vuoi ti mi ci vuoi tagin? ويلي ويلي برافو ولا كل ما ياكل اختي تاكلين جيبو جاكم متي ياكلش لا ناكلش جاكم قبل مي راه ديك هنا في طاليا مع وحده تقريبا شويه الدراري واش مع القنقيه صراحه هذا معايا كنكتب بسم الله بحال بحال بسم الله حره داك الصحه كل كله في الدين راه وراه تمينا الطبشي جات لينا من الكوكب زيد 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 مش عارفه اني ما كناكلش بزار ولكن بغيت ندوق لان شفتو صحتكم اختي الله يخليك بارك الله عليك شكرا صحتكم جاكم وفاق قال لك بغيت العصير ديال البرتقال هاو بابا مبغي بابا aver mangiato un arrivosino aver preso il sole adesso una bella spremutina نديو لامي اتاي نديو لامي براد ديال اتاي صغير حنا غنديرو عصير ما بغاتش قبيله العصير قالت لي حامض ولكن شرباتو قلت لها جربي راه فيه فيتامين سي يلا نوصلوا لها قبل ما يدوب نديو لامي الكلاص ما فيش الشوكولا خويا هذاك لا مي هومي شربنا العصير جيلات شربنا العصير شري ما قلت لك ديال الليمون ما بغيناش نجيبوه لك حيت ما بغيتيش هذاك قبيله ها شربت قبيله ورق على اليد قولي لي راه حامض ولا شي حاجه وي ما راه مزيان ويدو قلنا لي ما يكونش ديال الشوكولات داني لا بانانا جاك كون داين ما حنا غناكلو البنان تيكون الشوكولات هادو قبيل عشوه وما يطيحو راه منعسو تقلبو بنادم ما تيشوي تيدوخ يا عامر شوفوا الباركين شحال عامر تبارك الله الناس الدنيا ما فين جايين حد الناس كانوا جالسين حدانا قال لي جينا من خويا يبقى من هذا المنبر غادي نشكرهم ونسلم عليهم واحد الاخت هي جات سلمت عليا من طنجة قالت لي جات من طنجة ضيفه عند شي ناس في واتزم وجاو للعين 37 درجه الحراره نوري ها هي شفتوا موش كوتل كاين الباركين هنايا غنخرجوا دابا صورتي كوا ديجاكم غنخرجوا من هنا وغنمشيو عند امي خليناها
شاد لينا الباجاج وجالسه فوق واحد الكرسي برونزينا. انا غنطردق وصات برونزادين. اه سي الجورناطا سي مو ديفارتيتي. دوزنا واحد النهار زوين. غنمشي للدار ندي امي للدار نشرب معاها كويس ديال اتاي نمشي. ما حليناش ديك بواطه اللي جبنا فيها القرقاع واللوز وداكشي ديال المكسرات. خلينا حتى للدار نشربوا بها اتاي. يلا شكرا لكم على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله. كما يكون الاعجاب ديالكم هذا التكنيك وخرجنا شويه وخرجنا معاكم.